ترأس اليوم مندوب الحكومة لدى بلدية جمينة الدقو يعقوبة المناسبة التوعوية حول عمل سائقي درجات الأجرة المعروفة محليا بالكلاندو، وذلك بتمويل من الدائرة التاسعة. حضر المناسبة كل عمد دوائر بلديات جمينة العشرة. جرت المناسبة بمقر المندوبية. عائشة أحمد دوقي والتفاصيل. تختلف المهن باختلاف الظروف المعيشية، فالكل يسعى لكسب لقمة عيشه بالطريقة التي يراها مناسبة له ويكون لها عائد يعينه على إعادة أسرته. وأن مهنة سائقي دراجات الأجرة الكلاندو هي واحدة من تلك المهن، لذلك وضعت لها ضوابط ولوازم لتسهيل عملهم. وأن مندوبية الحكومة نظمت هذه المناسبة لشرح أهمية اتخاذ القرار الذي ينظم عمل سائقي دراجات الأجرة. عمدة بلدية الدائرة الخامسة تحدث باسم عمد جمينة وقال بأن هذا القرار جاء بعد التفكير وتمعن لأجل الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لحالات الاختطاف والاختيالات أحياناً. بينما مندوب الحكومة لدى بلدية جمينة الدقو يعقوبة خلال كلمته بهذه المناسبة أوضح لسائقي دراجات الأجرة بأن هذا القرار اتخذ لصالحهم. الحكومة طلبت أن نسجلكم لنظموكم سلام الأمن وأمنكم أنت ذاتا. نقول نادم مدار بخدم في المعلام وتكسي خليه خليه. كما عبر ممثل سائقي دراجات الأجرة عن انطباعه حول هذا القرار. أننا يمكن أن نقوم بجيل الدهية إلى المجرم بكتل فينا وبسروا فينا أي شيء، واليوم قمنا بجهودك وأنزل لنا الآفة. أننا بصيفنا نطلب حقوقنا. حقوقنا شنو؟ حقوقنا للحكومة تلزمنا بس حقوقنا. هذه الإجراءات الأمنية تسهل للمواطنين التعرف على سائقي دراجات الأجرة دون أي صعوبة، مما يسهم في بسط الأمن وتحقيق التنمية المستدامة.